وفي عناوين نشرة الليلة: مناصرو المستقبل كلن يعني كلن، والحريري مش منن. ونحن منو للشيخ سعد؟ الله ينصرك، الله ينصرك يا شيخ. انت مع سعد؟ انا مع الشيخ سعد للدم. جنبلاط لبنان على مشارف الجوع. نحن بداية أزمة طويلة وطويلة جدا. والأحزاب تتبع الأمن الغذائي الذاتي والدولة غائبة. فرصة للأحزاب السياسية على مختلفها أن تعيد إنتاج نفسها وتدوير حالها وتكتسب شرعية مستغلة حاجة الناس أو فقر الناس أو عوز الناس. السعودية تبرئ القحطاني وعسيري من قتل خاشقجي. وسعود القحطاني هو تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام لعدم وجود أي دليل ضده. الجيش السوري يتقدم نحو معرة النعمان بعد سيطرته على خان شيخو. ويليام حسواني حارس مسرح الرحابنة يرحل ببدلة الدولة. هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل.